ثم قال له صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. اركع أي احني ظهرك راكعا حتى تطمئن راكعا. وحد الركوع الواجب هو الانحناء بقدر وصول اليدين إلى الركبتين، هذا الحد المجزئ. وأما الحد الذي يتحقق به السنة فهو أن ينحني انحناء يمد فيه ظهره كما سيأتي في وصف صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم.